من شكل لآخر طور الحلم على مدار كتير من السنوات. اليوم ومن اللاذقية ميساء إسماعيل رح تحكي لنا حكايتها بلوحات مرسومة بالمندالة. صباح الخير، اليوم حابة أعرفكم عن موهبتي برسم الماندلا. الماندلا هي الدائرة أو الاحتواء، هي طريقة لنعبر فيها عن الكون بصورة ميتافيزيقية عن طريق هذه الأشكال والألوان تداخلها مع بعضها. هي وسيلة لتفريغ الضغط النفسي والتوتر وتهدئة الأعصاب. أنا برسم من عمر صغير، من عمر 10 سنين كنت أرسم تحديداً فساتين، تصميم أزياء، هذه كانت حلمي. بس الماندلا سحرتني أكثر، تداخل الألوان والأشكال بهذه الطريقة حبيتها. برسم ماندلا كانت بسبب الامتحانات، ضغط فترة الامتحانات من 2016 بالقلم الرصاص، بس بدون بيكار، بدون مسطرة، بدون أي شيء. كنت أطوي الورقة على أكثر من جزء وحاول أني أرسم فيها. بالبداية الناس ما كتير حبت، يعني ما كتير كان عندها أصلاً ثقافة الماندلا أو حب لهيدا النمط من الرسم. بعدين صرت أرسم بالحبر، صرت حاول أني أشتغل بدقة أكثر مع بيكار، مع مسطرة، حدد الأقسام بالضبط كيف، مو بس على السنتي، على الميلي وعلى جزء من الميلي كمان. صعوبات كتيرة عم تواجه شبابنا هالأيام، بس ميساء تجاوزت هالصعوبات اللي كانت محفز إلها لتستمر وتشكل بصمتها الخاصة. هلأ ما في رسمة أخذت أقل من أسبوع أو 5 أيام، تتطلب هي شغل على مدى وقت طويل جداً، على دقة، على صبر، على إيد ثابتة كتير ونظرة فنية. هلأ في صعوبة بالمكاتب أو بالناس لأنه ما كتير في خبرة عن هذا الموضوع أو شو المواد المستخدمة. يعني أنا كحدا مو دراسته فنية فتعذبت كتير أكيد للاقيت المواد المناسبة، بس حالياً يعني صرت بعرف كل مادة من وين بدي جيبها وكيف بتزبط على الرسم. صفحتي على الفيسبوك هي ساند بوكس، أكيد هي اللي عطتني هيدا المجال لكون قريبة من الناس، تشوف الفن، تشوف رسماتي وتحبهم وكمان تتشجع أن ترسم بنفس الطريقة. يعني أنا هلأ مبلشة فقرة اللي هي تعلم فن الماندلا للمبتدئين، كمان كهدف لأني أنشر هيدا الفن بين كل الناس. رسم الماندلا بلش معي كموهبة، كنت أهدي الأصدقاء، المعارف، أتسلى وضيع وقت بالرسم. أما حالياً فهو مصدر أساسي للوضع المادي اللي أنا عايشة عليه، لأتجاوز هيدي الظروف الصعبة اللي كلنا أكيد عايشين فيها، وبحاول أني عيل حالي من خلال هيدا الرسم. هلا اكيد انا بطمح لاكثر من هيك، بطمح لانه افتح محل ستور كامل يكون رسم مختص برسم الماندلا على الزجاج والجداريات وكل شيء ممكن اني ارسم عليه الماندلا. لقدام اكيد بتمنى يوما ما وان شاء الله قريبا انه يكون هذا الشيء موجود. الاهم من انك تحلم تتعب وتشتغل لتوصل للحلم. هاد كان قرار ميساء من بداية مشوارها.